يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل قول الرجل لآخر إذا أراد أن يفعل شيئا يقول برأسك فهل هذا من الشرك اللفظي؟ يقول هل قول الرجل لرجل آخر إذا أراده أن يفعل شيئا يقول برأسك فهل هذا من الشرك اللفظي؟ وكذلك برأسك هذا القسم حلف، هذا حلف بغير الله، برأسك بحياتك هذا حلف بغير الله، لا يجوز هذا. قد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، حديث في الصحيح، لكنه شرك أصغر، أو شرك يخرج من الملة، شرك أصغر. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول بوالديك كذلك، الباء هذه باء القسم، حروف القسم ثلاثة، الباء والواو والتاء، هذه حروف القسم. نعم.